وجدنا هنا محطه ديال السيدي بوجوده، وغادي يوصلوك حتى لمركز تحقن الدم، وغادي يردوك حتى لهنايا. الاستفاده الاولى انك عندك اجر مع الله سبحانه وتعالى مع التحاليل. ثاني حاجه انه غادي نستافد مع التحاليل اللي وقد الجانيه تحليلات السرطان. معكم ايوب حسين، متطوع من شباب جمعيه الحرش الملكيه. سعداء جدا بهذه الحمله هذه اللي كتواجد في منطقه سيدي بوجوده، تلبيه النداء ديال الخصائص. عظيم عن الله، كل شيء تيبغي هاد النقطه مع هاد الدم اللي ماشي نعطيه، هي بحال غادي نشريو شي حاجه في الجنه ديالنا. وتنشكر الناس كلهم اللي راكبين معنا في هاد الحافله واللي باغيو يساهموا، وشكرا لكم حتى نتوما. بسم الله، تحيه تربويه من جميع الاطر ديالنا هنايا ديال هاد الجمعيه الكرام وجمعيه الطاقه الشبابيه ورئيس مجلس اداره شركه زيربو ترانس على هاد المبادره الطيبه. اهم حاجه حنا عندنا في هادشي كامل هو ان هاد التحليله كتساعدنا حنا كمواطنين اننا غنعطيو هاد الدم هذا، راه كتعطينا واحد ليلانيز ديال ليباتي وديال الاتش اي في، وفي نفس الوقت راه كتعاوننا حنا باش نحسو بالحس المواطن بالنسبه لينا كاطار جمعوي، وفي نفس الوقت كاطار مؤسساتي وكفاعلين مدنيين. اولا كنشكر هذه الجمعيه اللي ساعدتنا باش نطلعوا لهنا باش نتبرعوا بالدم، لان بزاف الناس اللي محتاجين لهذا التبرع. ماشي يمكن نتبرعوا بشي بركه، ولكن يمكن نقدوا بزاف الناس اللي محتاجين لهذا الشيء. وشكرا. الله يجعل كل شيء لله وصافي، يجعله لله، هذا هو الهدف ديالي يعني. انا